حابة أقدم لكم السيد زياد اللي رح يكون الشخص اللي رح يقدم هاي الجلسة اللي بنأمل إنها تفيدكم جميعا وتكون هي حلقة بداية اللي هي لنقاشات أوسع رح تكون إن شاء الله في الدوحة. السيد زياد رح يكون موجود معنا هناك، لكن مبدئيا حبينا إنه كتحضير للنقاش الذي سيتم في الدوحة أنه نعقد هاي الجلسات. سيد زياد أبي شاكر هو مهندس من لبنان، وهو متخصص في إعادة تدوير يعني في البلديات، هو هيقدر يوصف لنا شغله بشكل أفضل. متخرج من جامعة في الولايات المتحدة، وخلال دراسته في الولايات المتحدة قام بتطوير تكنولوجيا معينة بتساعد على عملية إسراع تحويل الويست اللي هو النفايات. شكرا زياد، فيمكن اخليك تقدم نفسك، يمكن يكون هذا شوي افضل اسهل، الفوكابلري راح يكون اسهل بالنسبه لي. فبقدم لكم السيد زياد ابي شاكر، مؤسس السيدار انفايرمنت، السيدار للبيئه. تفضل زياد. ثانك يو. مرحبا الجميع، بتأمل انه الكل عم يسمعوني او الكل عم بيقدروا يحضروا. اليوم رح نحكي بشكل مقتضب وسريع لمدة 20 دقيقة عن المشاريع البيئية اللي عم نقوم فيها نحن كمؤسسة سيدر انفايرمنتال، واعرض شوية الفلسفة تبعنا بخلق مجتمع بيقولوا له صفر نفايات، يعني مجتمع ما بينتج نفايات، كل المواد اللي بيستعملها بيرجع بينقي لها تقنيه لاعاده تدويرها واعاده استعمالها ضمن امور مفيده للمجتمع. مثل ما قالت ليندا بالمقدمه، انا كنت مهندس بجامعه راتكرز، عم بدرس هندسه بجامعه راتكرز بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، ولما كنت هناك صار لي الشرف اني اكون اعمل ابحاث على تقنية اسمها تقنية التخمير السريع، يلي بتحول الشق العضوي والنفايات المنزلية الى سماد عالي الجودة، هلا رح نحكي عنه شوي، وكيف لما رجعنا على لبنان وخلقت فريق يقدر يشتغل ضمن سيدر انفايرمنتال، كيف كانت كل الابحاث تبعولنا منصبة على تحويل النفايات وخلق منها وظائف خضراء تقدر تعجل بالعجلة الاقتصادية وتخلق وظائف وتفيد المجتمع. فإذا اسمي زياد أبي شاكر، الإيميل تبعي والتويتر فيد تبعي موجودين بكعب الشاشة، برجع بحطهم بالآخر. خلينا نبدأ هلأ عن اللي بدنا نحكي اليوم، هو على الطريق لخلق مجتمع صفر نفايات. بين يلي اليوم مستلمين ملف النفايات وبين يمكن المدرسة اللي أنا بجي منها، يلي هو الصراع إنه كلاسيكياً كانت تعتبر النفايات إنها مشكلة، بقى كانوا ياخذوها يعملوا محل واحد وياخذوها على محل بعيد. اوكي، فاذا بنكمل. فاذا عندنا صراع فلسفي بين سكول اوف ثوت او مدرسه تفكير تعتبر النفايات مشكله، بينما نحن جينا من مدرسة التفكير تعتبر هذه النفايات انها مورد، انها مواد اوليه ويمكن الاستفاده منها. بالطبع بما انه
فلسفي الامور هاي اللي ملاجين معناته النفايات بيعتبروا انه النفايات تعمل امراض انه حجمها كبير وانها غاليه مكلفه لحتى ننقلها ونعمل لها اداره ونعيد تدويرها. وكمان عندهم تفكير وهو كمان للاسف خاطئ انه ما فينا نزيد قيمه مضافه لهالنفايات هاي. المدرسة التفكير اللي نحن بنجي منها كيف النفايات بتطلع ريحة بس إذا ما تعالجت بطريقة مضبوطة، مش بالضرورة كمان إذا كان في بظل إدارة، وحتى ولو كان حجمها كبير يعني ما هالمشكلة منا مطروحة لما بنطلع بالأوراق، وبعدين منا هالقد مكلفة معالجتها إذا نغير شوي طريقة تفكيرنا وطريقة المتابعة وهون كان الاختلاف الكبير إنه إذا قدرنا نغير منظارنا ونعتبر إنه هالمواد هيدي هالنفايات هي مورد، فينا نخلق منها أمور كتير مفيدة للمجتمع وللدولة يلي عم نخدمه. يلي بيفكروا انه النفايات هي مشكله بيقولوا انه بتطلع ريحه فخلينا ناخذها لمحل بعيد، بتعمل امراض خلينا نطمرها ونغطيها بالتراب وباتربه وب صخور امور هيدي، وبما انه حجمها كبير اخترعنا كميون يلي بسموه الكومباكتر تراب يلي كلنا بنشوفه على الطرقات ببلادنا، يلي هو هن وعم بلموا نفايات بيصيروا يضغطوها تيخففوا لحجمها. واكيد كل هالعمل اللي عم بيعملوه خلق كلفه زايده لهالمعالج المقارنه. المدرسة لا بتقول انه لا شك انه النفايات بتطلع ريحة، انما اذا عالجناها بطريقة سريعة وبطريقة بوجود الاكسجين كل الوقت هيدي الريحة فيها نعمل لها ادارة وفيها تكون ابدا ما بتطلع ريحة. وبما انه بتعمل امراض اذا خلقنا شيء اسمه هيت تريتمنت او معالجة حرارية طبيعية بدون ما نكون عم نزيد نحن اي طاقة برانية، يعني نتكل على البيولوجيا تبع هالنفايات هيدي والبكتيريا اللي بتكون تواجد عليها انه نقدر تخليها تطلع حراره هي طبيعيه انه تقتل كل الجراثيم. وبما انه ما بقى تطلع ريحه ولا تعمل امراض صار فينا نعمل شيء اسمه لوكال تريتمنت او معالجه محليه. المعالجه المحليه سمحت لنا انه ما بقى نروح ننقل هالنفايات لاماكن بعيده، بالعكس صار فينا نقربها من المجتمع يلي بينتجها ونخليها ضمن الكلفة المعقولة للنقل. بموضوع الكلفة المعالجة كمان يمكن اللي ابتكرناه اليوم انه كل مكاناتنا مصنعة محليا، فاذا ما في كلفة باستيراد هالمكانات من اوروبا او من امريكا، السيستم مبسط منه كتير معقد ويتكل على الطبيعة كمان وعلى الميكانيك. وقدرنا من خلال هالشغل هيدا انه نخلق برودكتس او يعني مش عم بقدر افكر شو برودكتس هلا بالعربي، لا من هالنفايات هيدا يرجع يعاد تدويرها واعادة استعمالها. اللي بيعتبروا انه النفايات هي مشكله عم بيحطوا المعمل بمحل كثير بعيد بيخدم مدينه كبيره وبيوصل في بعض البلدات الصغيره او القرى الصغيره اللي هي مجاوره للمدينه الكبيره يلي بتنقل نفاياتها لهالمصنع هذا. اكيد
استعمل لانه بدين ولا بما انه المتاحه تبعه الاول ممكنه مش هيك بيك تسميكيات يخففوه لحجمه اللي هو بيرص هالنفايات كمان فيخفف له حجمه ويقدر يستفيد من ارض المطمر لاطول مده ممكن. للاسف هذا الموديل يعني ما بقى فينا نكمل فيه حتى بالبلدان يلي عندها مساحات كبيره لانه عم نكون عم نخسر مورد كثير مهم بالنفايات لانه رح نشوف اليوم شو نحن بال كثير انه فاذا عندنا بدنا ننقلها لمحل بعيد هالنقل هيدي جبرنا انه نضغط النفايات بما انه ضغطنا النفايات دمرناها ما بقى عندها القدره معامل الفرز انها ترجع تستفيد من هالمواد لانه لما ضغطناها كسرنا الازاز وطعجنا الحديد وانخلط المواد العضوية مع المواد الغير عضوية بطريقة شوية صعبة انه ترجع تنشال. مشان هيك النوعية النهائية للأسمدة اذا في أسمدة بدها تطلع بتكون ما دون المستوى. عملية التمر بالفعل هي عم تقتل اي فرصة انه نقدر نرجع نستعيد هالمواد ونرجع نعمل لها اعادة تدوير ونرجع نستفيد منها. واكيد ما عم نقدر نخلق حياة تانية لإلهم ولا عم نقدر نخلق وظائف بالمجتمع لأنه كل مادة موجودة بالنفايات لها لحالها بيخلق وظائف وبيرجع بينتج مواد وأصناف جديدة. مؤخرا لأنه كمان صار في مشكلة بالطاقة عالميا صار عم ينحكى كثير عن حرق النفايات وتحويلها لطاقة كهربائية. للأسف الشديد اللي عم يحكوا بهالحديث هيدا ما بيعرفوا انه بالمنطقة الشرق الأوسط ونحن كشعوب شرق أوسطية نسبة المواد العضوية بالنفايات عندنا كتير عالية. وبما انها كتير عالية المواد العضوية هي تتكون أكتريتها من مياه. فحرق المياه هي شغلة ما بتطلع طاقة بالعكس تستهلك طاقة لتبخير المياه لنقدر نحرق المواد الثانية. موضوع الويست انرجي بالشرق الأوسط لحديت هلأ موضوع صعب وشائك ومني شايف انه رح يقدروا يشوفوا. نرجع على المدرسة اللي هي النفايات هي مورد. بدل ما نعمل معمل واحد سنترال او مركزي وننقل الكل عليه صار فينا نخلق بما انه ما بقى نطلع ريحه وما بتعمل امراض هالنفايات صار فينا نخلق معامل للمعالجه قريبه من المجتمعات يلي تنتج هيدي النفايات. وبهالطريقه هيدي خلقنا لا مركزيه بالمعالجه وخلينا المعالجه تكون بمتناول جميع البلديات وجميع القرى يلي عنده مشكلة بالنفايات انه ما يا اما ما عندهم معمل ما عندهم وصلة على المعمل الكبير يلي كان يخدم المدينة يلي هم قريبين منها او تسائب انه هالقرية بعيدة عن المدينة وما في حافز مادي انه ينقلوا نفاياتهم على معمل المعالج تبع هالمدينة. الحاجة اللي او هالمقاربة لهالملف من 50 سنة لليوم انخلق 7 اوهام بمعالجة النفايات وهيدي اللي نحنا قدرنا نقارعها او نوقف ضدها. رح اقولهم على السريع بدون ما كتير نفوت فيهم هلأ بسياق الحديث رح تكتشفوا شوي كيف الاوهام عم تسقط واحد ورا الثاني. انه معالجة النفايات بدها مساحات كبيرة وهيدي نانية عن عقلية المطمر انه بدنا مطمر لحتى نستهلك قد ما فينا مواد ولازم تكون ارضه كبيره. الوهم الثاني هو انه اذا عملنا معالجه نفايات بيطلع روائح كريهه، كمان هيدا الشيء بظل تقنيه مضبوطه وفي لها اداره حثيثه ما بيطلع روائح.
واكيد الوهم الثالث اذا كمان عمل اداره مضبوطه ولم يتم حرق اي شيء من هالميثاقات هيدي، ما بيتلوث الهواء وما بيصير في اي اتصال بالمياه الجوفيه. النقطه الرابعه انه اذا عمل معالجه ميثاقات لابد من سوائل بتطلع كمان بظن اداره مضبوطه، هالسوائل هيدي بينتج منها اسمده سائله كمان الجوده تبعها كثير عاليه، لكن لازم يكون بالتصميم الاساسي هل هالسوائل هيدي عم تتاخذ ويتم معالجتها. الكومبوست من النفايات البلديه بتكون نوعيته سيئه، صار في بعض البلدان عملوا اسمده من النفايات البلديه تبعولهم، لكن للاسف النتيجه ما كانت منيحه لانه نقلوا النفايات بكاميونات ضاغطه، وهيدا شيء بياثر على نوعيه السماد اللي بده يطلع بالاخر، لانه الازاز بينكسر والتنك بيتفعج والبلاستيك بيتخزق كمان وبيكون موجود بقلب الكومبوست. هيدي نحن قدرنا نخلق له معالجه خصوصي له، رح تشوفوا شو قدرنا نتوصل. سادس وهم بهالسياق هيدا هو انه حتى ولو صار في معالجه للنفايات لابد من طمر 40% من ما يتبقى. وهيدا كان كمان سبب لانه نعمل ابحاث متقدمه، وكمان هلا بفرجيكم شو عملنا لحتى قدرنا نوصل انه ما نرمي شيء ابدا ولا نبعث شيء على المطمر من جراء معالجه النفايات على الصعيد المحلي. واخر وهم واهم وهم انه معالجه النفايات هي معالجه مكلفه. اجمالا بتكون مكلفه لانه بيكونوا عم بيستوردوا التقنيات من برا، وبتكون تقنيات معقده شويه او لا تتلائم مع نوعيه وطريقه جمع النفايات ببلادنا، مشان هيك النتيجه ما بتكون منيحه واجمالا الكلفه بتكون. منذ 1999 عندنا 11 مصنع لا نشتغل بها الفلسفه هيدي. بهالصور بتشوفوا بعض الصور للمعامل اللي انعملت، كما بتشوفوا مكانات التخمير يلي موجودين يلي هن بيسرعوا عمليه التخمير للنفايات. واذا شايفين في اساطر فايته بقلبهم بينفخوا هواء بقلب هالمكانات كل الوقت لاداره الروائح بشكل منتظم. ونحن بالعقد يلي بنوقعه مع البلديات اللي عم نتعامل معها نضمن عدم انبعاث روائح من جراء معالجه النفايات على قطر لا يتعدى 100 متر من حرم المصنع. يعني اذا بيشموا اي ريحه برات اكثر من 100 متر نحن في جزا بند جزائي بالعقد. نحن خولنا انه بنتج تمام. شوف هون الصوره على الشاشه على الجهاد للزياره العضويه، عملنا له باكجينج هون على اليمين بتشوفوه، وهذا يباع بالمحلات بالسوبر ماركت حتى وبمحلات الزراعيه. وبالصوره بالكعب استثمرنا بالزراعات العضويه، واللي عم بتشوفوه هو حق القمح مزروع من اسمده انعملت فقط من معالجه النفايات وانتاج سباخ او سماد من الشق العضوي تبعها. هيك بنكون فتنا ب في درا انزرع، ووصلنا لمرحله انه نزرع علف وننتج هالعلف من طعميل الدجاج، وبننتج بيض هو من جراء الزراعات العضويه والتصنيع العضوي، ونوعيته كطبيعه هي احسن بكثير من البيض التجاري اللي بنلاقيه. مش بس نفايات البيوت، عندها مسالخ. هيدي صوره عن مسلخ بيروت من 7 سنين قبل ما نحن
نجي ونعمل معالجه، كانوا يرموا العظام والبقايا كلها ويحرقوها. هالدخن اللي عم تشوفوها كانت تحرق، وهذا شيء ملوث جدا، وهالمواد اللي عم نحرقها عم نفقدها للاسف. غاية ذبحية المسلخ بالصورة العليا هو سماد بودرة، بالصورة اللي تحت عملنا شيء بسموه سماد محبحب موضعي، يتاخد من القرون والعظام والحوافر. وعلى ميلة الشمال بتشوفوا في هالجالون في بقلبه مثل اسود، هو سماد سائل مكثف يتم تخفيفه بالمياه واستعماله بالري، او يمكن رشه مباشره على المنظومه الورقيه. فتصوروا انه رحنا من هالمبدا يلي هو انك ترمي كل شيء وتحرقه وما تستفيد منه ولا تخلق وظائف من وراه، لا نخلق ثلاث اصناف مختلفه يلي الناس يلي اشتغلوا توصلنا نعمل هون بالقليله هن 12 تقني. والمعمل اليوم يلي بيشغل وبينتج هالمواد هودي بيوظف 8 عمال بيقوموا بمعالجه 6 طن من النفايات يوميا. الشيء يلي هي اليوم نحن عم نحكي فيها موضوع صفر نفايات هو موضوع اكياس البلاستيك. شو بينعمل باكياس البلاستيك؟ مجتمعنا الاستهلاكي البلاستيك بالواح بيت مثلا بعض استخدم 146 ألف نعمل لهم بنش، نعمل لهم بنش بعض المكانين ونستبدلها في هالالواح البلاستيك يلي الالواح البلاستيك يلي عم نعمل فيها هون مثلا هذا اقشاط جرار. دونك اللي حابين نبرهنه هون انه البوتنشل او الفرصه موجوده انه ما بقى نرمي شيء ونقدر نشغل راس ندهن. هون بتشوفوا انه البلاستيك غير مدهون. اليوم صارنا لقينا له طريقه انه تقدر تعلق البوي عليه، وصار فينا نعمل فيه بيوت مدهونه ما بقى تنعرف عن بعيد انه بلاستيك. هيدا كشك بينباع بقلبه تيكتس لايفنت. مستعملين هل الواح البلاستيك هي لحتى نخلق مثل عازل للمياه و
المساكن. انا خلصت لكم قبل انه التكنيكيات اللي بتطلع هي في عندنا مثل ما بيقولوا municipal waste اللي هي نفايات البلديه، نفايات المسالخ سلوتر هاوس، انما اليوم في medical waste لازم نشغل عليها، industrial waste، واهم شيء معالجه المياه المجاريه. اوكي اعطيكم، صار فينا نبلش الاسئله اذا حدا عنده اي سؤال. اوكي بدي اشكر زياد للتقديم السابق. انا شخصيا كثير استفدت وتعلمت منه، في كثير ملاحظات خلينا نقول انا ما كنت كثير على اطلاع فيها من ناحيه اعاده التدوير. الامثله اللي اعطانا اياها زياد فعلا بتصب في لب وجوهر المؤتمر اللي راح يعقد في قطر، لأنه بيعطينا مثال واضح للريادة في العالم العربي، بيعطينا مثال واضح لكيف سنتم بخلق وظائف، واللي هو كمان هذا هدف كتير إحنا معظمنا إذا مش كلنا العاملين في مجال الشباب ومع الشباب بنسعى إلى إنه نحققه، خصوصا في الظروف الحالية مع تبعات الأزمة الاقتصادية اللي لسه ما انفرجت على جميع الدول. وكمان عم بيعطينا مثال رائع على كيفية المحافظة على البيئة، وكون هاي الشركة هي شركة ذات مسؤولية مجتمعية. هلأ رح حضراتكم بعتوا عدد من الأسئلة الكتير يعني مفيدة بدنا نطرحها على السيد زياد مشان نسمع الإجابات. واحد من الأسئلة كانت ما هي الإيجابيات والسلبيات لشخص يكون شخص ريادي في الشرق الأوسط؟ فما هي الإيجابيات والسلبيات لشخص يريد أن يكون ريادي entrepreneur في الشرق الأوسط؟ اوكي عم تسمعوني هلا؟ يس تفضل زياد. اوكي يمكن انا بالنسبه لي شخصيا اكبر ايجابيات بالنسبه لي هي اني عم بشتغل على شيء انا بحب اشتغله وماني موظف عند حدا يعني، وانا بقرر اي بروجكت بدي اعمله وكيف بدي امن له التمويل وكيف بدي امن له مبيعه وهالامور هيدي يعني. هيدي يمكن احدى الايجابيات للانتربرينورز بحيالله محل بالعالم مش بس بالشرق الاوسط. الايجابيات وجودنا بالشرق الاوسط انه في كثير من هالشغل ما عم ينعمل يعني، حتى على الصعيد الحكومي او البلدي هالنوعيه الشغل وهال تقدم بالتقنيه بالشغل اذا بدك منه موجود يعني، بيترك لك مجال لانك تكوني خلاقه ويكون السوق كثير واسع. سلبيات هالشيء انه يعني نحن بعد مجتمعات منغلقه شوي على نفسها، ما كثير بتحبز الافكار الجديده، وهذا يمكن بيصعب على الانتربرينور هالامور، يمكن عنده نظره غير اللي بتكون عندهم اياها، نظره اللي هن مولجين مثلا بقصتي انا يعني، انا على خلاف دائم مع مولجين ملف النفايات بلبنان دائم، ودائما عم نشوف الامور بمنظرين مختلفين. المهم هي النتيجه يعني، مين بيقدر يوصل لنتيجه فعاله على الارض، لانه هيدا الشيء الوحيد اللي ما بيتخبى. ان شاء الله اكون جاوبت على السؤال. شكرا زياد، وضحت لنا كثير فكرة مهمة اللي هي كيف احنا عم بنشجع الشباب على دخول المجال الريادي والتنظيم، بدل ما انه فقط يعتمدوا على البحث عن وظائف سواء في القطاع العام او الخاص، فهذا مثال رائع. واحد من الأسئلة اللي اجت كمان، ايش كانت اكبر التحديات التي واجهتك عندما بدأت في او اسست الشركه الخاصه فيك؟ وضحت لنا جزء منها، ممكن حابب انك تضيف على اكبر التحديات باستثناء خلينا نقول الكلاشز او
اللي عم بتصير مع الأشخاص اللي مش كتير مأمنين بأهمية هاي الفكرة. نعم، بعتقد كمان إحدى التحديات يلي بتواجه مش بس الانتربرنور بس السوشيال انتربرنور، يعني يلي عم يشتغل على موضوع بيتعلق بالمجتمع بطريقة مباشرة. القوانين منا موجودة انه بيعتبروك انت، يا اما بدك تكوني انت مثلا منظمة غير حكومية، وهيدا انا شيء رفضت اني كونه لانه انا مهندس وكنا نعمل ابحاث واخذنا براءات اختراع ببعض الامور اللي فرجيتكم اياها اليوم، يلي كوننا نحن منظمة غير حكومية ما بحق لنا ناخده. انما وضعنا القانوني كشركة كمان حتم علينا انه نحن مندفع ضرائب ومندفع رسوم مثلنا مثل حيلا شركة تجارية مثلا بتنتج، او اي معمل بينتج مواد وبيلوث وبيكبها بطريقة عشوائية وما بيتحمل مسؤولية هالرمي هيدا، بقى نحن نعامل مثلنا مثله وندفع ضرائب مثلنا مثله. يمكن شوية التفكير السوشيال انتربرايز لازم، او الحكومات اللي بتقونن موضوع السوشيال انتربرايز تنظر لموضوع انه هول الجماعة عم بيفيدوا المجتمع ولازم يكون عندهم اوفست ضرائبي بطريقة معينة. شكرا زياد. واحد من الأسئلة الثانية كانت إيش ممكن تكون النصائح والتوصيات اللي بتقدمها للمنظمين أو الرياديين الشباب، الـ young entrepreneurs اللي هم المنظمين والرياديين الشباب؟ أهم شيء أنا برأيي أهم شيء لاقوا شيء يلي انتو بتحبوا تعملوه، يلي عندكم شغف انكم تعملوه، لانه التحديات رح بتكون كتير كبيرة، واذا ما بتحبوا الشغل اللي عم تعملوه you're gonna give up، رح تستسلموا اوان. يمكن انا بالرغم من انه كتير بحب هالشيء اللي بعمله واجينا مصاعب كتير، بتعرفوا نحن يعني بلبنان الوضع دايما منه مستتب وآمن وكذا، ودايما في خطورات كتير كبيرة، انما لانه عندي شغف بهالشيء اللي انا بعمله ما بقدر اتخيل حالي عم بعمل شيء ثاني، مش هيك بضل مستمر. بعتقد هيدا اهم نقطة بالنسبة لي انا كأنتربرنور. كل شيء يعني بعدين التمويل والإدارة والكذا كله بيجي بعدين، هيدا منه مهم بس منه هو صلب الموضوع. اوكي، في كمان عندنا عدد من الاسئله اللي طبعوها المشاركين، لكن كمان بحب اشجعكم. هلا في سؤالين عندي ويتنج نطلب من زياد يجاوبهم، لكن كمان حابه اشجع المشاركين اذا بتحبوا انكم تسالوا الاسئله بصوت حي، يعني رجاء ان ترفعوا ايدكم بالايكون اللي هي فيها رفع اليد، والتكنيشن رح تقدر انها تشيل خلينا نقول التفعيل الصامت يعني، وحتقدروا تسألونا. هلا واحد من الأسئلة كمان، كمنظم وريادي في المجتمعي زي ما بنسميهم social entrepreneur، هل تقوم بتضحية بعض من الأرباح حتى تستمر مؤسستك في إنها تكون ذات مسؤولية مجتمعية؟ وإذا كنت بتقوم بهذا الإشي كيف أنت بتقدر توصل للتوازن الأمثل بين تحقيق خلينا نقول الربح واللي هو كأي مؤسسة أو شركة خاصة بيكون هذا هدفها، وكمان المحافظة على المسؤولية المجتمعية؟ كيف يمكنك الموازنة بين تحقيق الأرباح بشكل يعني بيسعدك؟ نعم نعم، تحقق المسؤولية المجتمعية. نعم، يعني لا شك انه اذا واحد بده يكون سوشيال انتربرينور، يعني اذا مفكر انه بده يعمل سوشيال انتربرايز واخر شيء بده يشتري اخر موديل مرسيدس بنز يعني هيدا يكون معيار النجاح تبعه، لا بعتقد يعني سوشيال انتربرايز مش هون، مش هيدا الفحوى تبعها. وكمان سوشيال انتربرايز منا
منا جمعية خيرية يعني إنه نروح نشحد عليها، لا نحن لقينا مثل مجال وسط إنه كل هالأشياء اللي استعرضناهم وقت كنا عم نعمل برزنتيشن هودي مواد فينا نبيعها، يعني فينا نخلق منها سيلز، وهال هالسيلز هيدي هي بتفوت موارد على الشركة. إنما لا قدرنا نبني البنية التحتية تنوصل لهون أكيد صار في تضحيات، لأنه كمان بالسوشيال انتربرايز أو حتى بالريسيرش انتربرايز مرات بيكون عندك أنت فكرة بدك تنفذيها، في كثير من الممولين ما بيأمنوا فيها وما بيمولوك، فإذا بتضطر أنك تمولي حالك بحالك personal initiative لحتى برهني انه هالفكره بتمشي، وبس هالفكره تمشي وتعمل البراهين تبعها ساعتها بيصير فيك مثلا تاخذي قروض ميسره او اشياء لحتى تكبري البروجكت. انما البروتوتايبنج هو، والبروتوتايبنج بيكلف مصاري وما حدا رح يعطيك مصاري تتعمل البروتوتايبنج، مشان هيك بدك انت تضحي من عندك. شكرا زياد. كمان سؤال بسأل السيد خالد، هل التحديات التي واجهتها زياد في الولايات المتحدة مختلفة عن التحديات التي تواجهها في لبنان؟ مش كتير، يعني الناس بتتعجب يعني بيفكروا انه بالولايات المتحدة انه كل الامور هينة وماشية وكذا، لا ابدا، كمان في مصاعب وفي بيروقراطية، وكمان اليوم في مشكلة بالتمويل، كمان التمويل منه متوفر مثل ما كان متوفر بمرحلة ما كان حدا عم يسأل ووصلتهم للكريزة الاقتصادية اللي هي فيها هلا. اجمالا تحديات الانتربرينور بتكون هي ذاتها وين ما كان بالعالم، يعني بتضحك مرات يعني هي في شباب انا كمان اصحابي وهن عندهم افكار انه عم بيجربوا ينفذوها، انه والله لقيت نروح امريكا، هيك بامريكا فينا نعملها اهين، بتعرفي مش بالضروره هالتفكير منه كثير سليم. طيب اذا بتسمح لي انا اسال سؤال، هل السبب في التحديات اللي عم تكون في مجال الانتربرايز لها سبب معين؟ يعني مثلا واحدة من التحديات اللي أنا ممكن شايفتها إنه حتى الآن في اللغة العربية لسه ما في اتفاق كامل على مصطلح الانتربرنور كمصطلح باللغة العربية، البعض بيترجمه كمنظم، البعض بيترجمه كريادي، فمن خبرتك إيش السبب لوجود هاي التحديات حول مبدأ الريادة أو التنظيم في العالم، إذا مش بس بدولنا العربية، حضرتك تفضلت إنه كمان في الولايات المتحدة، ليش هذا المبدأ مش كتير بيتقبلوه الآخرين بسلاسة؟ لأنه بتعرفي entrepreneurs منهم، يعني مش كل الناس فيها تكون entrepreneur، واليوم تقريبا 90% من المجتمع اليوم هو متكل على وظيفة في إلى راتب آخر الشهر، وأكبر موظف اليوم بالبلدان العربية هي الحكومات. يعني اليوم نحن مش مثل اقتصادات العالم الثانية، يعني وحتى بأمريكا أكبر employer هو الـ US government. So فكرة الـ employment بتقتل الـ spirit تبع الـ entrepreneurship. يعني اليوم entrepreneurs are a rare breed، هن إذا بدك بصف لحالهم، يعني بطريقة تفكيرهم، ودائما بيعاكسوا التفكير المجتمع وبيعكسوا التفكير القائم، مشان هيك يمكن افكارهم ما بيتقبلها المجتمع. ودائما يمكن انا سمعت هالجواب ياما سمعته، انه لا ما بتزبط، لا الناس مش معوده هيك، لا يعني دائما في سلبيه بالتفكير. مشان هيك كمان برجع على نقطه الشغف والحب للشيء اللي واحد عم يعمله، لانه بده يجابه كثير من السلبيه ومن الناس اللي رح يحبطوه، رح يقولوا له ما تتعذب، اللي عم تعمله ما بيمشي. وهذا لما كنا عم نخترع فكره اكياس النايلون، كيف بتعملي الواح من كيس النايلون؟ يعني الناس يقولوا لنا طيب باوروبا وبامريكا عم يمنعوا كيس النايلون،
كيف انتم بدكم تلاقوا حل؟ يعني هيدا التفكير شوي شوي بدنا نطلع منه، منه هين تطلع منه بس بدنا نطلع منه. يعني كثير بسعدني اسمع هذا الكلام زياد، وكثير بتوقع انه بفيد انا كشخص عامله في مع الشباب وفي المجال العمل الشبابي، كثير بكون سعيده انه الشباب يسمعوا هذا الكلام من شخص ريادي مثلك، لانه وهيدا فعلا عفوا هيدا مش خطاب، مش عم اكيد نعمل خطاب تعبوي للجماهير هون، عم اكيد نحكي من وراء نتائج فرجيناها. صحيح. مشان هيك يعني هذا دائما لما نوفر دلائل هيك اسلوب الاقناع بيكون افضل، وبنقدر نتوصل نوصل ل يعني فئه مستهدفه اكبر، لانه بصير في عندهم امثله يحتذى فيهم. طب كمان سؤال، لانه مش في كمان سؤال اجى، ما هي السياسات التي يتوجب على حكومات الشرق الأوسط تفعيلها من أجل تشجيع المنظمين أو الرياديين حتى يبدأوا ويأسسوا شركاتهم الخاصة؟ قروض ميسرة طويلة الأمد، وبصر على كلمة قرض مش هبة. لما بتعطي حدا هبة ما فيها مسؤولية، بيقدر ياخذ هالمصاري ويصرفها على شيء ثاني. إنما لما بتعطيه قرض وإنه هو مجبور يرد هالمصاري، فإذا بده يكون عنده بزنس بلان مبكل، وبدها تكون فكرته قابلة للعيش وقابلة لتكون financially sustainable، يعني قادرة تستمر اقتصاديا. القروض الميسرة طويلة الأمد بتسمح إنه الوقت الكافي وما تكون كلفة هالمصاري عالية، لحتى كل هالشباب اللي عندهم أي فكرة قادرين يعملوا لها بروتوتايب، بوجود القرض الميسر بياخذوا هالقرض وبينتقلوا من مرحلة البروتوتايب لمرحلة سمول سكيل برودكشن. من بعد سمول سكيل برودكشن منهم لحالهم اذا عندهم فاينانشال ديسيبلين بيقدروا يكبروا الشغل تبعهم ويخلقوا وظائف ويخلقوا حركه اقتصاديه بالمجتمع يلي هن عايشين فيه. جميل كثير. طب هل في نوع من الدعم المعنوي؟ تفضلت حضرتك واعطيتنا مثال على القروض الميسره طويله الاجل، هل في نوع من الدعم المعنوي ممكن انه كمان يساعد؟ أنا بالنسبة لإلي الدعم المعنوي ما فيك تصرفيه بالبنك، فإذا ما له أي قيمة. تمام. أوكي، شكراً لك. أوكي، في عنا سؤال من شخص حابب يسأله مباشرة. بعتذر إذا حفظ الاسم غلط. بشكوات أدهم عندها أو عنده سؤال، اعذروني ما عندي علم بهذا الاسم. تفضل أو تفضل. الو، مرحبا. اهلا وسهلا. اسمي بيشكوت من العراق، من مدينه بستان اربيل. شكرا جزيلا لتوفير هذه الفرصه لمشاركتنا في هذا المؤتمر الالكتروني الرائع. سؤالي انه هل هذا الاستاذ زياد، هل هذا القرض اللي حكيتوا بها تتضمن دول غير لبنان ام الشباب ام فقط في اطار دوله لبنان؟ هاي سؤالي الاول. والثاني انه كيف من عن طريق الدعم المعنوي كيف نقدر احنا كمنظمه الشباب كيف نقدر نشارك؟ ما هي اليات مشاركه الشباب في هكذا نوع من المبادرات والمشروع؟ اوكي، شكرا جزيلا. اهلا. نحن وتحية لشبابنا بالعراق. نحن هيدا الموديل اليوم نحن عم نعمل له ريفايننج اذا بدك بلبنان. عم نجرب انه نخلصه على الاخر انه نوصل لمرحلة ما بقى في شيء بيروح على المكب. وخطتنا التالية هي انه ناخذ هالموديل هيدا وننقله على جميع البلدان العربية
وقال لك انه في عندنا عم بيجوا يطلعوا على هالموديل هيدا وحابين انهم ينسخوا هذا الموديل، لانه كمان باوروبا ما عنده المعالجه للنفايات على نطاق كوميونتي صغيره او مجتمع صغير، عندهم لا المدن الكبيره، انما الضياع الصغيره مش كلها عندها طريقه لمعالجه النفايات. بقى اللي نحن عم نفكر نعمله هو اكيد انه ننقل هالمبادره لجميع البلدان العربيه بدون اي استثناء. اما انتم كدوركم كشباب انه شو تقدروا تعملوا بهالسياق، هلا فيك تبعث لي ايميل وفيني احطك على النيوزلتر تبعنا، هيك بتعرفوا شو الاكتيفيتيز اللي نحن عم نعملها، لحتى بالمستقبل القريب اذا بده ينعمل شيء على نطاق الوطن العربي ككل، من حملات توعيه، من حملات تدوير، او من بعض الامور يمكن نطلب انه يتغير بعض القوانين او بعض ينخلق حوافز مثلا لاعاده تدوير النفايات او اعتماد الزراعه العضويه مثلا او شيء، نكون كلنا على نفس الوتر مثل ما بنقول. شكرا زياد. في كمان اشخاص اخرين بيحبوا يسالونا اسئله؟ لانه يعني احنا هذا المجال يعني صحيح انه هي اول فرصه انه نعقد هاي الجلسات غير المرئيه عن طريق الشبكه العنكبوتيه باللغه العربيه، لكن الفوائد اللي شفناها انها بتقدر تجمع عدد كبير من مختلف البقاع والخلفيات، فممكن انها تساعد في مشاركه المعلومات والخبرات. اوكي، ما في حدا عنده اي سؤال؟ اوكي، بس اذا في النهايه كنت حابه اني اشكركم لانكم اخذتوا من وقتكم وانضميتوا لهي حلقه النقاش. هاي وبشكر كمان زياد مشان انه حط لنا هاي البرزنتيشن اللي انا كمان شخصيا استفدت منها كثير. هاي خلينا نقول هي الخطوه الاولى لنقاش اعمق ممكن يتم خلال المؤتمر الذي سيعقد في الدوحه. زياد حيكون في هذا المؤتمر، بنقدر نسمع عنه منه اكثر خلال جلسة في اليوم الثاني اللي هي بتيجي تحت مسمى السوشيال انتربرينور اللي هم المنظم او الريادي المجتمعي في المنطقة. كمان زي ما تفضل زياد قلنا انه ممكن انه نتواصل معه عن طريق البريد الالكتروني، فشكرا زياد لهذا الاشي. اهلا، شكرا لكم. شكرا لك. هاي الجلسة تم تسجيلها وحتكون متوفرة على الـ Youth Employment Network Marketplace اللي هي الويب سايت تبعهم خلال اليومين القادمين، ممكن تستفيدوا منها زي ما قلنا، يمكن لأنه هاي أول جلسة في اللغة العربية فأكيد إحنا نتطلع إلى أنه نقوم بجلسات أخرى كثيرة كمان في مواضيع مختلفة حول الموضوع الشباب والتوظيف والريادة في العالم العربي. كمان إذا بتقدروا تزوروا هذا الموقع الإلكتروني بيساعدكم إنكم تعرفوا حلقات أخرى ممكن إنها تكون أونلاين. في كمان فرص وكمان بيعطيكم وصف ل اجتماعات ولقاءات ممكن انها تتم، فلهيك احنا بنشجعكم انكم تسجلوا اسماءكم في خلينا نقول المجله تبعت ين ماركت بليس اللي هي يوث امبلويمنت نتورك ماركت بليس اللي هو خلينا نقول السوق. حبينا نستعمل مصطلح الماركت بليس لانه هو مكان يمكن تجميع فيه عدد كبير من الاشخاص من خلفيات مختلفه. وشرن، كان وي هاف ذا لينك؟
اوكي هاي هي اذا بتحبوا انكم تتابعوا معنا في اللينك للايميل تبع زياد، وفي عندنا الماركت بليس اللي هي بنشجعكم انكم تزورونا هناك وانكم تسجلوا، وبنتمنى انه نشوفكم قريبا ان شاء الله في الدوحه، وبنتمنى انكم كمان نشوفكم بحلقه جلسات اخرى للنقاش حول مواضيع بتهمنا جميعا في المجتمع العربي. شكرا كثير لكم، شكرا لزياد وشارن والتيم تبع ين على هاي الفرصة. تشرفت إني كنت معاكم اليوم. Thank you, thank you, Linda.